You're not comfortable because you're for the Oh, okay. Oh my god. بإذن الله أنا إن شاء الله بعدين حبدأ أشرح هذه الدوائر الكهربائية في توتوريال زي ما بعمل في السي شارب، لكن الآن بس حنقول لكم كيف الوصفة. فعندي هذا الأمبليفاير الإنبوتس حقته تبدأ من هنا، شوف الرأس هذا اللي محفور 1 لين 8. أنا ما حتكلم إيش يسوي الآن لأنه حياخد مرة وقت طويل، لكن حقول لكم إيش بأوصل. فالجزء السالب من الكاباسيتر ححطه في رقم 3 هنا. فالآن حطينا السالب عند 3 والموجب عند 1. طيب الآن لكل جيت، لكل بين هنا رجل لهذا الاي سي قصة طويلة. فخلينا نقول كل بين يكون مسؤول مثلا عن مدخلات، مخرجات، inputs، outputs، volume control، triggers، اشياء زي كده. فأول شيء انا ابغى احافظ على الاي سي وعلى كمية الفولتج اللي بتتحط فيه، فأحط له كاباسيتر هنا، وفي نفس الوقت أبغى أحافظ على البوتنشيومتر فأحط له، فحطيت هنا كمان كاباسيتر. بعد كده وصلت ريزيستر للإنبوت اللي أنا بستقبلها وحوصلها لي، فريزيستر على طول حوصله لبن ديجيتال بن رقم 11 بي بولس وذ مودوليشن بن، هحطه عليه. بعد كده وصلنا رجل الكاباسيتر السالب للسالب والموجب، حوصله الآن للموجب. بعد كده وصلنا الفوتو سيل حقنا، لو تشوفوا هذا موجب جاء مشي، جانا ريزيستور 1K. بعد كده وصلنا قلنا الفوتو سيل، وكذلك وصلناها إلى أنالوج بن رقم 1 عشان ناخذ القراءات منها. طيب الآن ركبنا الدائرة حقتنا، لكن اكتشفنا انه عندنا غلط كبير جدا 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 للأسف. طلع هذا المايكرو كنترولر ما يقبل المكتبة هذه اللي انا كاتبها اللي هي التايمر اللي انا بشتغل عليها عشان اعمل امبليفاينج، ما اشتغل عليها. فانا كان الغرض هنا احول الداتا اللي جيتني من البولس، بولس وذ مودوليشن، وهنا استعملت الري عشان العب النوتس. فالحل الآن يعني أدور على النت على المكتبة اللي تشتغل على الماكرو هذه اللي عندي، أو إني أغير المايكرو كنترولر. مبدئيا ركبنا الدائرة الجديدة. الآن لو تلاحظوا عندي سنسورين هنا أقدر أتحكم، فعندي خواص أكثر. فمثلا في اللي قبله إذا كنت أقدر أتحكم فقط في نبرة وفي تون معين، الآن أقدر أتحكم في نبرة وأعملها ريفيرب كمان مثلا لما أحول. واللي حصل إني غيرت المايكرو كنترولر، وخليني أقول لكم الفرق. هنا إذا تبغى تشتغل على Pulse with Modulation فيقول لك، بما أنه هي عاملينها مايكرو وصغيرة، فيقول لك يفضل إذا تبغى تسوي دبل أو تقوي حقك البلس، فيقول لك أنك تجيب IC خاص بالبلس with Modulation وتحطه في الدائرة بدل ما يكون software. بينما هنا الكود حقي على طول اشتغل، هذا اللي هنا التايمر تول اللي انا شغال عليه على طول اشتغل على هذه. طيب نكتفي اليوم بالعمل على هذه الآلة. اخر شيء سويناه غيرنا البوتنشيومتر، حطينا هذا بدل ده، جربنا ده برضو. اللي فاضل الان نعمله، لو سمعتوا صوتها قبل شوية كان عبارة عن ساين ويفز، فهنشيلها ونحط ميلودي تونز. وبعد كده اخر شيء حنسويه هنشيل السبيكر
ونوصلها بأصوات في الكمبيوتر، ممكن بعدين نحط بلاس. اليوم رحت عند أحد الأشخاص عشان يساعدني في كتابة الكود النهائي للآلة اللي وريتكم هي أمس، وشوفوا الكود اللي اداني هو. شوفوا طول الكود، يبدأ من هنا. طبعا الشخص أتوقع أنه بيمزح. شوف، نبدأ من جديد. شوف، خلنا نشوف السكرول قد الصغر، يعني ماني فاهم ايش ده. طبعا اللي بنحاول نسويه هنا، احنا بنشتغل على ستاندرد فيرمات، عشان كده الكود صعب، فنحتاج ستاندرد فيرمات عشان نخلي برامج تتخاطب مع بعض. خلاص فقدت الامل، ماني قادر افهم الكود هذا، تقريبا 4 ساعات ضيعتها بحاول افهمه. المشكله انه اللغه اللي مكتوب فيها هي صح سي، لكنها بتتخاطب كثير مع اللوكيشنز، مع الادرس، مكان الآلة، كأنه اسيمبلي، فمرة صعب صراحة. فالحل انه حنبدأ دحين نحاول نتعلم كيف نبرمج فيرماتا، واذا زبط ان شاء الله ننزل في اللايبراري. طبعا الان الفرق في الدائرة هذه اني انا هأفصل السبيكر وخلي الاوتبوت حقي من الكمبيوتر، فتحتاج تخلي فاحتاج اخلي اليو اس بي كونكشن اللي هنا كانه سيريال، يصير يقرا قراءات ثانيه كمان، لانه انا في الاخر ابغى استعمل تقريبا 3 برامج عشان اوصل للناتج اللي بحاول اوصل له. اول جربنا على السماعه وزبط، الان من غير. طيب الحمد لله عرفنا نكتب فيرماتا كود مرة صغير. شوفوا هذا الويب سايت اللي علمني، فيرماتا.org، عملنا شيء صغير كده باتش. فهو ايش يسوي الفيرماتا؟ بدال ما انا بس انقل مثلا معلومات في اليو اس بي كيبل، لا انا اقدر انقل اوامر كمان. فاللي يسويه باختصار هو يخليني اتخاطب مع الهاردوير نفس الطريقة اللي هي انا بتخاطب فيها مع السوفتوير، بيسوي نفس الشيء. هذه وظيفة اللايبراري.